بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الطلبة، أقدم لكم دراسة دالة مثلثية، ولكن دراسة كاملة للأقسام النهائية، الشعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات، وهذه تخص كما موجود في البرنامج نتاع وزارة التربية، هذا يخص قسم نهائي شعبة الرياضيات. إذا ماذا بكم تقرأوا الدرس كامل؟ ها؟ السؤال الأول: برهان أن الدالة F دورية ذات دور 2 بي. إذا كانت F دورية، نكتب F لـ X يساوي F لـ X زائد 2 بي. إذا وجدنا هذه العلاقة وبرهنا هذه العلاقة، معناه أن F هي دورية. إذا F لـ X، نعوض X بالـ X زائد 2 بي. هاكم تشوفوا لهنا، عوضنا الـ X بالـ X بي لهنا ولهنا. واش لاحظوا؟ بعد النشر واش لاحظوا؟ لاحظوا لهنا 1 على 2 كوسينوس 2 X زائد 4 بي، معناه 2 كا بي. ولهنا X زائد 2 بي، معناه كا لهنا يساوي 1، ولهنا الكا يساوي هو كا هو مضاعف ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة. إذا كوسينوس 2 x زائد 4 بي معناه كوسينوس 2 x زائد 2 كا بي، من أجل كا يساوي 2. هذا مكان. ولا هنا كوسينوس x زائد 2 بي هو x زائد 2 كا بي، من أجل x كا يساوي 1. كي نعوضوا هذا ذاك، f ل x زائد 2 بي تولينا 1 على 2 كوسينوس x ناقص كوسينوس، معناه نوليو لا العبارة الأولى ل f ل x. إذن حصلنا على العلاقة f ل x تساوي f ل x زائد 2 بي، وهذا يؤكد لنا بلي أن f دورية فعلا، فيكفي دراستها خلال الدور واحد وهي نقص بي حتى البي. واحد بي، برهن أن الدالة زوجية، معناها زوجية معناه أن حامل محور التراتيب هو محور التناظر. إذا f دي x هاي الكتابة تاعها، f لي x هنا الدالة المطروحة، f لي ناقص x نعبر x نقلبوها ناقص x، راكم تشوفوا لهنا، ولا هنا x نحولوها إلى ناقص x. ها واش يمدلنا؟ كوسينوس 2 تولينا لهنا كوسينوس ناقص 2x. إذا اعتبرنا لهنا x، هاك تشوفوا لهنا الدائرة المثلثية، ناقص x لو كوسينوس ما يتغيرش، إذا دائما كوسينوس 2x، وهذه كوسينوس ناقص x هي كوسينوس x ما يتغيرش. هاك تشوفوا. إذا بالفعل f لx يساوي f لناقص x، ومنه أن f دالة زوجية وحامل محور التراتيب محور تناظر للتمثيل البنين سيف. ثين ألف، تعيين f فتحة الدالة المشتقة ل f. f لx هي 1 على 2 كوسينوس 2 x ناقص كوسينوس x. إذا أحسبنا المشتقة لـ f لـ x هي f فتحة لـ x، ونعرف لهنا كما لهنا كوسينوس 2x هي وشني،
نعتبروها ككوسينوس U. U هي دالة، دالة في الدالة. كوسينوس U معناها U فتحة مضروبة في ناقص سينوس U. وهذا لهنا طبقناها ونتحصل على النتيجة الآتية. فوالا ناقص سينوس 2x زائد سينوس x لنا زائد سينوس x زائد في الدروس المثلثيات نعرفوا باللي سينوس 2x هي 2 سينوس x كوسينوس x. نعوضها لهنا واش تمدنا لهنا، ما علينا الا ان نختار سينوس اكس عامل مشترك وتمدنا سينوس اكس مضربه في واحد ناقص 2 كوسينوس اكس. ثلاثة، السؤال الثالث، دراسة إشارة F فتحة X من أجل X ينتمي إلى المجال 0 بي. المشتقة فيك تنعدم من أجل هذا المشتقة، هذه تنعدم من أجل سينوس X تساوي 0 و 1 ناقص 2 كوسينوس X تساوي 0. إذا كانت سينوس X تساوي 0 معناه أن الحل تاعها هو x يساوي 0 و x يساوي بي، و واحد ناقص 2 كوسينوس x تساوي 0 معناه ان كوسينوس x تساوي 1 على 2 ومنه ان x تساوي بي على 3. نزيد لها كابي. دو كابي. إذن ما علينا إلا أن نحسب F لي بي على 3 قيمتها. F بي على 3 بعد التعويض نتوصل إلى F لي بي على 3 يساوي ناقص 3 على 4 معناه ناقص 0.75. جدول تغيرات، أولا X مطروح قلنا أدرسوا في الموضوع، أدرسوا إشارة F فتحة ل X من 0 حتى ل بي، هاي دراسة عبور من بي على 3 لنا على بي على 3 وهي 0 و بي على 3 هما القيم لإكس التي تنعدم اف فتحة لإكس. إذن كما راكم تشوفوا اف فتحة لإكس هي سالبة من أجل إكس من تنتمي من صفر حتى البي على 3 وموجبة من بي على 3 حتى البي. نعوض إذن لهنا أف في إكس هي ناقص 0.5، لهنا ناقص 0.75، ولهنا ناقص بي 1 على 5. الرسم منحنى السياف على نقص بي بي لنا نعتبر على دور اولا الذروات الحدية العظمى والحدية الصغرى. عندنا هنا الحدية الصغرى راكم تشوفوا والحدية الكبرى لهنا والحدية الكبرى لهنا. بي من صفر حتى البي
بي قداش؟ 3 بالراديون هي 3.14. نعتبر لهنا الوحدة هي واحد، هاكم شوفوا قياس، ولكن بي هي 3.14، بي هي 3.14. إذن هذه هي 3.14. إذن بي على 3 واش هي؟ هي الثلث لي 3.14، يعني واحد وزايد شوية، هذا هو بي على ناقص 0.75. إذن كما راكم تشاهدوا كاين لهنا حدية عظمى، حدية صغرى، وحدية عظمى، ولكن نعرفوا باللي هذا حامل محور التراتيب هو تناظر للدالة اف. إذن كي إذا رسمنا هذا الجزء هذا نتاع التمثيل البياني، نرسم التمثيل البياني المتناظر، وهكذا حتى ننتمو إلى آخره. هكذا ننتمو. اللي همنا احنا جاوبنا لأسئلة نتاع الموضوع، لأسئلة المطروحة في هذا الموضوع وفي هذا التمرين، وأرجو منكم أن تعيدوا هذا التصحيح ولكن بدون مشاهدة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.